بالنسبه للماتش طبعا انا بحمد ربنا وبشكره ان احنا خدنا 3 بونت من فرقه محترمه جدا نادي سيراميكا، ويعني ربنا يعني كرمنا ان احنا كان عندنا حاجه لسه طبعا الجهاز وكده والدنيا لسه جديده، فاحنا بدانا ان احنا نحط نفسنا في نص الجدول، يعني لسه ما اشتغلناش والحمد لله، يعني ربنا جزانا ب3 بونت من فرقه محترمه جدا. يعني بحب طبعا اشكر فرقتي وبهدي الفوز دوت طبعا لاداره النادي ورئيس قطاع كابتن حسين عامر وجميع الناس الكابتن بديع وجميع كل الناس اللي هم زمايلي حتى المدربين زمايلي في قطاع ان احنا نبقى في نص الجدول. كابتن فتح الله محمد مدرب عام الفريق، الحمد لله رب العالمين قدرنا النهارده نكسب مباراه سيراميكا، كان ند قوي جدا لينا، كانت مباراة قوية جدا. الحمد لله قدرنا نطلع بالمكسب بعد الهزيمة ماتش اللي فات من مقاولين. ان شاء الله معانا اسبوع كده نحضر ان شاء الله مباراة الزمالك في القاهرة، ربنا يكرمنا كده ان شاء الله، كده هندي راحة للولاد كده يوم او يومين كمان عشان الماتش كان في معدل جري كتير وكان في التحامات كتير جدا، ونبدا ان شاء الله نستعد كده لمباراة الزمالك باذن الله. وربنا يوفقنا ان شاء الله في اللي جاي كده ونحسن مركزنا كده في الجدول ان شاء الله. انا نور الجيار، وكسبنا 2-0 الحمد لله، الماتش كان كويس ضد سيراميكا والحمد لله كسبنا 2-0، والجاي ان شاء الله هنكسبه زي النهارده كده وناخده 3 بونت دايما.